أهلا بكم أحبائي طلاب الصف السابع الأساسي. اليوم رح نبدأ بدرس جديد هو الجهاز العصبي من وحدة أجهزة جسم الإنسان. من خلال هذا الدرس رح نتعرف على مفهوم الجهاز العصبي ومفهوم الخلايا العصبية وأنواعها وتركيب الخلايا العصبية. الجهاز العصبي عندنا نشاط واحد، صراخ في الصف. في صباح أحد الأيام سمعت إحدى المعلمات صراخاً منبعثاً من غرفة الصف السابع، وبعد الاستفسار عن ذلك تبين أن السبب يعود لوجود سحلية على نافذة الصف. أجب عن الأسئلة الآتية: لماذا صرخت الطالبات؟ صرخت الطالبات بسبب وجود سحلية في الصف. ما نوع المؤثر الذي سبب الصراخ؟ هو عبارة عن مؤثر خارجي وهو كائن مخيف بالنسبة للطالبات. إذن كان المؤثر هو مؤثر خارجي وهو كائن مخيف بالنسبة للطالبات. لماذا تعد عملية التعبير عن الخوف استجابة سريعة؟ لأن الأمر يصدر من منطقة النخاع الشوكي دون تدخل الدماغ، مما يسمى الفعل المنعكس. إذن لأن الأمر يصدر من منطقة النخاع الشوكي دون تدخل الدماغ، مما يسمى الفعل المنعكس. وهذه المفاهيم سوف نتعرف عليها أكثر من خلال شرح الدرس إن شاء الله. تمثل الاستجابة رد فعل لمثير ما. تكون هذه الاستجابة إما تغيرات جسمية مثل الانفعال عند رؤية كائن مخيف، أو سلوكا بسيطا كالحركة. ويعد الجهاز العصبي أحد أجهزة جسم الإنسان الذي يحتوي على مجموعة من الخلايا العصبية التي تساهم في تأثر الجسم بالظروف البيئية الخارجية والداخلية من حرارة وضغط وضوضاء. إذن هنا عندنا تعريف الاستجابة. الاستجابة هي رد فعل الكائن الحي لوجود مثير ما. إذن هون ياريت نخطط. الاستجابة هي رد فعل الكائن الحي لوجود مثير ما. أشكال الاستجابة، في عنا شكلين للاستجابة: إما تغيرات جسمية أو سلوك بسيط. إذن عنا تغيرات جسمية أو سلوك بسيط. تغيرات جسمية مثل الانفعال عند رؤية الكائن المخيف، أو السلوك البسيط كحركة يقوم بها الكائن الحي. ويعد الجهاز العصبي، إذن هنا عنا كمان تعريف الجهاز العصبي، هو أحد أجهزة جسم الكائن الحي الذي يحتوي على مجموعة من الخلايا العصبية تساهم في تأثر الجسم بالظروف البيئية والخارجية والداخلية. إيش هاي الظروف البيئية الداخلية والخارجية؟ بتكون من حرارة، ضغط، ضوضاء، إزعاج، هاي كلها ظروف بيئية داخلية وخارجية. أيضا سوف نتعرف على مفهوم الخلايا العصبية. يتكون الجهاز العصبي من أعضاء، والأعضاء تتكون من أنسجة، والأنسجة تتكون من خلايا، وهذه الخلايا هي الخلايا العصبية. إذن الخلايا اللي بتكون منها الجهاز العصبي هي الخلايا العصبية، وتعرف أيضا باسم العصبونات. والخلايا العصبية هي الخلايا العصبية هي وحدة البناء في الجهاز العصبي. إذن ما هي وحدة البناء في الجهاز العصبي؟ الخلايا العصبية. وأيضا سوف نتعرف على أنواع الخلايا العصبية. تمثل الخلايا العصبية العصبونات وحدة البناء والوظيفة في الجهاز العصبي، وتختلف في وظائفها. فمنها، إذن هون بدنا نحكي عن أنواع الخلايا العصبية. أول إشي في عنا خلايا عصبية حسية، واحد، خلايا عصبية حركية، اثنين، خلايا عصبية موصلة هي رقم ثلاثة. إذن في عنا ثلاث أنواع من الخلايا العصبية: حسية وحركية وموصلة. الخلايا العصبية الحسية هي الخلايا التي تنقل المؤثرات من عضو الاستقبال إلى الجهاز العصبي المركزي، اللي هو بيتمثل بالدماغ والحبل الشوكي.
إذن تعريف الخلايا الحسية هي الخلايا التي تنقل المؤثرات من عضو الاستقبال إلى الجهاز العصبي المركزي المتمثل بالدماغ والحبل الشوكي. أما الخلايا الحركية هي الخلايا التي تنقل أوامر الجهاز العصبي المركزي إلى عضو الاستجابة المتمثل في الغدة أو العضلة. إذن الخلايا الحركية هي الخلايا التي تنقل أوامر الجهاز العصبي المركزي إلى عضو الاستجابة. ثالثاً، الخلايا الموصلة. هاي الخلايا هي اللي بتصل بين الخلايا الحسية والخلايا الحركية. هون كنا عندنا تعريف الخلايا الموصلة، هي التي تصل بين الخلايا الحسية والخلايا الحركية. هاي الخلايا جميعها، الخلايا الحسية والحركية والموصلة، تختلف في أطوالها، فمنها لا يتجاوز بضع سنتيمترات ومنها ما يزيد طوله عن المتر. إذن أنواع، في عندنا ثلاث أنواع من الخلايا، وهاي الخلايا تختلف في أطوالها، لكن هذه الخلايا جميعها تتشابه في تراكيبها الأساسية، إذن لها نفس التركيب. مما تتكون الخلية العصبية؟ تتكون الخلية العصبية من الأجزاء الآتية. تتكون الخلية العصبية من الأجزاء الآتية: أولاً، زوائد شجرية قصيرة ورفيعة ومتفرعة كما نرى في الصورة. في عنا خلية عصبية، هاي الخلية العصبية بتتكون من زوائد شجرية. ثانياً، تتكون الخلية العصبية من جسم الخلية الذي يحتوي على نوع. هنا جسم الخلية الذي يحتوي على النوع. ثالثاً، يتكون الخلية العصبية من محور اسطواني. هذا المحور الاسطواني يكون طويل وسميك وغير متفرع غالباً. هون المحور الاسطواني. إذن تتكون الخلية العصبية وجميع أنواع الخلايا العصبية بتتكون ولها نفس المكونات ونفس التركيب، اللي هي زوائد شجرية وجسم الخلية والمحور الاستواني. لهنا أحبائي الطلبة ننهي النشاط الأول والثاني، وأراكم في الأيام القادمة إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية.